لإبراز الإرث الحضاري الذي ورثناه من حضارتنا العريقة منذ القدامى، إضافة إلى تعريف الجيل الحالي بالموروث والشاهد التاريخي على أثر ذلك. شهدت قاعة الإمام الحسن عليه السلام انطلاق فعاليات مؤتمر متحف الكفيلة الدولية الثالث إلكترونيا عبر منصة زوم وتحت شعار المتاحف والتقنيات الحديثة، الذي يقيمه متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات في العتبة العباسية المقدسة. محاولتنا هذه في متحف الكفيل هي تجسيد وترجمة لرؤية العتبة العباسية هنا، بدليل أن جائحة، أن وباء كهذا لم يقف حائلا في استمرار عقد هذه المؤتمرات التي تعبر عن هوية الإنسان العراقي، تسعى إلى ترسيخ انتمائه بأرضه من أجل تعزيز ولائه لوطنه. هذا المؤتمر جاء بهذه النسخة الإلكترونية محاولة أيضا لاستقراء مدخرات مقتنيات الإرث العراقي، محاولة الوقوف على جنبات ما زالت تحت الظل. حقيقة اعتادت العتبة العباسية المقدسة على إقامة مثل هكذا مؤتمرات علمية مهمة سنوية، ويأتي المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان المتاحف والتقنيات الحديثة لتسلط الضوء على جانب مهم في العمل المتحفي، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي، من خلال استخدام التقنيات الحديثة وكذلك أسس الإدارة المتحفية الناجحة، لكي تكون نبراسا وهدفا أساس لكل المتخصصين والباحثين في هذا الشأن. مؤتمر علمي شارك به عدد من أساتذة وعلماء الآثار في الجامعات والمؤسسات العراقية لإدامة التواصل المعرفي أولا والإفادة من طروحاته السخية، سعيا من متحف الكفيل للوصول إلى تحقيق رؤيته المستقبلية. أهداف المؤتمر أهدافه بالدرجة الرئيسية هو تطوير علم المتاحف في العراق، لأن يعني كما تعلمون أنه العراق يحوي على متاحف كثيرة ولا توجد هناك نشاطات حكومية تعزز هذا الجانب، وهو يعتبر المؤتمر الأول بالعراق لإقامة هكذا مؤتمرات تخص المتاحف وتطوير علم المتاحف وأيضا نشر الثقافة المتحفية في المجتمع العراقي. الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة لم تدخر جهدا إلا قدمته في شتى المجالات، لا سيما مشروع متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات الذي يضم بين طياته كثيرا من النفائس والهدايا، إيمانا منها بالدور الذي تلعبه المتاحف في تنشيط الكثير من جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية.